ساعاتي وسنين العشدها يا زينب اي انفاسي وحساسي بجف عطفك خذتها يا زينب. السلام على الحوراء زينب، السلام على عقيلة الطالبيين، السلام على بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الولادة الميمونة، ألا وهي ولادة مولاتي الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. رزقنا الله وإياكم زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. أحبة المشاهدين، في هذه الحلقة الخاصة بهذه الولادة وأنا مع ضيفين عزيزين كلاهما من خدام الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، عن يميني سماحة الشيخ مهدي الطرفي، حياكم الله يا جناب الشيخ وأسعد الله أيامكم وشرفتونا في هذه الحلقة. حياكم الله مولاي الكريم، الله يحفظكم إن شاء الله في خدمتكم مولاي. مخدومين إن شاء الله. شرفناكم في خدمتكم وفي خدمة الإخوة والأخوات جميعا شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الله يحفظكم جناب الشيخ ونور العين حبيبي ملا عمار الساعدي، حياك الله يا ملا وأسعد الله أيامك إن شاء الله. أيامكم سعيدة، أسعد الله أيامكم حضرتكم جناب الشيخ. الأخوة المشاهدين والأخوات، أسعد الله أيامكم إن شاء الله، أسعد الله أيام مولانا صاحب الزمان يا رب. نسأل الله الفرج لجميع شيعتنا يا الله بحق محمد وآل محمد بحق مولاتنا عقيل. أنا أتشرف بخدمتكم هذا اليوم شيخنا حقيقة، لي فخر شرف أنه أنا بين خدام الإمام الحسين. إن شاء الله نوفق في خدمة مولاتي زينب سلام الله عليها. نبدأ من سماحة الشيخ، وهو باحث في المجال الإسلامي وخادم للسيد الشهداء وخطيب على منبره. الله يبارك بكم إن شاء الله. شيخنا إلها حق علينا مولاتي زينب سلام الله عليها، حق في معرفتها، أنه يلزم علينا أن نعرف تلك السيدة العظيمة عليه السلام. ومن أوليات معرفة مولاتي زينب أنه نعرف تفاصيل تكوينها ونشأتها في عالم الدنيا، فلعله يخطر على بالي أو بال البعض أنه مولاتي زينب سلام الله عليها هل كانت ولادتها كأخوتها الحسن والحسين، أنه حصلت أمور خاصة أم لا هي كسائر الولادات العادية؟ صحيح. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولاً تحيتي ودعائي وسلامي وإجلالي لكما. عليك السلام والرحمة والإكرام جناب الشيخ. المشاهدين الكرام الأعزاء، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير وعافية بهذه الولادة الميمونة المباركة اللي كانت مفرحة لقلب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولقلب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ولادتها مولاي، ولادة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، لا يخفى على الإخوة والأخوات وعليكم مولاي أن لها مقاما طبعا. نعم. سيدة الحوراء زينب سلام الله عليها، حتى عبر عنها الإمام زين العابدين وهو إمام معصوم مفترض الطاعة أنها عالمة غير معلمة. غير معلمة، لما تقول عالمة غير معلمة دلالة على عصمتها، عالمة غير معلمة، غير معلمة يعني الذي غير معلم هو المعصوم طبعا. نعم. زين، فالمعلم والرائد الأول هو المعصوم بالعصمة الكبرى إلى الحوراء زينب صلوات الله عليها. جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبوها أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمها فاطمة الزهراء، أخواها الحسن والحسين سلام الله عليهما. فإذا لها كرامات ولها عظمة ولها شأن، فولادتها ولادة زاكية طاهرة مقدسة. ولدت الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها في المدينة المنورة يوم الخامس على أصح الآراء، طبعا أكو آراء عديدة في ولادتها. نعم. يوم الخامس من جماد الأول السنة الخامسة أو السادسة، ولكن الجميل هنا توافق تسميتها بأخويها الحسن والحسين، كما أنه في الرواية نحن عندنا مولاي أن الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام. نعم. الحسين صلوات الله وسلامه عليهما لما أولدتهما فاطمة الزهراء سلام الله عليها
دخل أمير المؤمنين الإمام سلام الله عليه من باب التأدب مع الزهراء سلام الله عليها سألها ماذا أسميتي أو ماذا سميتي، كلاهما صحيح. ماذا أسميتي يقصد الإمام الحسن سلام الله عليه، ويقصد الإمام الحسين سلام الله عليه في نفس ولادته. قالت أنا لا أسبقك في تسميته. قالوا أنا لا أسبق رسول الله في تسميته. هذا بيان الآداب. الآداب هذا نعم. جميل. أكو احترام وأكو أدب. أكو إحنا للأسف الشديد. خلاف ما نشوفه اليوم بالواقع. بعض النساء تتفرد وتعاند الزوج في تسمية الأولاد. لا مو فقط في تسمية الأولاد. أنا برأيي مولاي. بس إحنا هذا البحث شوي يخرج عن إطاره، ولكن أنا برأيي. كشاهد. أنه معظم المشاكل والخلافات وحتى الطلاق. لعدم وجود الاحترام في العائلة وفي البيت. لا الزوج يحترم الزوجة ولا الزوجة تحترم زوجها، هذا يشتمها ويشتم أهلها وهي الشتمة وش تشتم أهلها. زين هذا لما يصير تسقط الحدود. لما يصير الخلاف وعدم الاحترام والتجاوز واحد على الآخر، من اللي يسمع؟ الأطفال. من اللي يرى؟ الأطفال. البنت الولد يسمع يتعلم شلون يتربى. هذا إذا كان الرائد الأول والمعلم الأول الأسرة، والأسرة هاي حالها. إحنا نتعلم من الأئمة الأطهار، نتعلم من فاطمة الزهراء، نتعلم من أمير المؤمنين سلام الله عليه، نتعلم الأدب والاحترام على عظمة فاطمة سلام على عظمة الزهراء. تستأذن أمير المؤمنين في تسمية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا الاحترام المتقابل، إحنا مو فقط والله نفرح لفرحهم نحزن لحزنهم، إنما نمشي نتأدب بآدابهم، نمشي على سيرهم على نهجهم، أن نأتمر لأمرهم ننتهي لنهيهم مولاي بالأقوال والأفعال وحتى التقرير. نعم. يعني عمل المعصوم علينا حجة، مو قول المعصوم، مو فعل المعصوم، تقرير المعصوم علينا حجة مولاي. فالشاهد أنه أنا لا أسبقك يا أمير المؤمنين في تسميته. شوف الأدب. قالوا أنا لا أسبق رسول الله في تسميته. جميل. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ولادة الإمام الحسن وفي ولادة الإمام الحسين وفي ولادة الحوراء زينب سلام الله عليها. سلام الله عليها. راحوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أنا لا أسبق ربي في تسميتهم، يعني في تسمية الإمام الحسن والإمام الحسين والحوراء زينب سلام الله عليها. بنفس نفس القضية، نفس النمط، نفس الآداب، نفس الواقعة سبحان الله. احنا نسمي نفس السيناريو. أحسنت، بارك الله فيكم. فأسمى الله سبحانه وتعالى، أسمى الحسن بالحسن وأسمى الحسين بالحسين، وهو الذي أسمى زينب بزينب. ولهذا زينب 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 اسم مركب أو بسيط. البعض يقول أنه اسم مركب من زين أب، زينة الأب، جمال أبيها، زينة أبيها. ولهذا كان أمير المؤمنين يكن لها المحبة والاحترام والإجلال والحب، غاية في الحب إلى الحوراء زينب سلام الله عليها. يعني كان ينظر إليها بنظرة تختلف مع البقية، عجيب. بحيث أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ما كانت تفارق أباها أبدا، ولا أبوها يفارقها. يعني آخر من إذا خرج أمير المؤمنين آخر من يودعها يودع الله. زينب، وأول من تستقبله في الدار في البيت هي الحوراء زينب. هذا هم بي تعليم للتعامل مع البنات يكون. هذا أيضا تعليم، وهي النظرة الخاصة إلى للبنات دون البنين، نظرة خاصة إلى البنات. حتى في الروايات عندنا نعم. حتى لما تأتي بهدية تقدم البنات على البنين، تقدم بنتك على الولد. هاي إلى البعض اللي أنه يتذمر عندما يأتيه المولود بنت. بالعكس بالعكس مولاي، جمة الروايات، كثرة الروايات عندنا في بركة البنت في البيت مولاي. فلهذا الله سبحانه وتعالى أسماها بزينب، إن قلنا على أن زينب اسم مركب. نعم. من زين مثل بعلة بك، بعلة وبك. نعم. مركب أو سيبوي سيبوي بابوي مثلا. هاي أسماء مركبة. زينب زينة الأب، زين أب، هذا قلنا بسيط ليس بمركب. وإذا قلنا على أنه بسيط، بسيط اسم شجرة جميلة طيبة الريح. هسه أكو اليوم أنا كنت طالع في أصل هذه الشجرة، يقال أنها تنبت في الصحراء، تنبت في الصحراء، وتعرف أن الشجر الذي ينبت في الصحراء قوي. نعم. لأن هذا عواصف وقلة ماي، فيصير قوي، لا العاصفة تأثر عليه ولا قلة وشح الماء. عوده صلب، عوده صلب، جذوره قوية مولاي، وظله كثيف،
يعني اللي يجي يستطيع أن يستظل تحت ظل هذه الشجرة. جميل. مع صغرها، وإذا صارت عاصفة تستطيع أن تتمسك بها، يعني الريح لا يأخذك يمين وشمال، لا يحركك. هسه الله سبحانه وتعالى أسمى زينب بزينب لما يحدث للحوراء زينب في المستقبل، وهو العالم الجليل، لأن يعلم ما يجري على زينب. نعم. صلوات الله وسلامه عليها. فهذه التسمية كانت تسمية دقيقة جدا للحوراء زينب. أكو مانع الجمع بينهما؟ مانع؟ مانع جمع بين أنه زينة الأب و... لا لا ضيرة. ممكن كلاهما. لا ضيرة وحتما كلاهما. وأكيد لا ضيرة ولا إشكال في الجمع بينهما. مولاي هي زينب، زينب زينة أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا أراد أن يخرج الحوراء أو أن تخرج الحوراء زينب سلام الله عليها لقبر جدها رسول الله، شوف الأدب، أبوها أمير المؤمنين، هذا الطود، هذا الجبل الشامخ، علي وما أدراك ما علي، باب مدينة رسول الله، باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العظم أمير المؤمنين. مولاي لما نقول علي بن أبي طالب يعني اللسان يتلجلج في مدحه وثنائه وذكر فضائله، علي يكفيه أنه علي. أي والله كافي علي، علي بس علي والله بس كافي. علي علي يعني كلت الألسن عن مدحه وثنائه، أمير المؤمنين. يخرج الحوراء زينب سلام الله عليها لقبر أبيها جدها رسول الله، الإمام الحسن عن يمينها والإمام الحسين عن شمالها، أطفئ السراج، ولدي حسن ولدي حسين. شوف الدقة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لماذا أبى يا أمير المؤمنين؟ يقول مع ما أن السائل يعلم، الإمام الحسن يعلم، رب سائل عن أمره وهو عالم حتى يصل إلينا، خاطر يصل الخبر إلينا أنا وياك لازم يصير بها مولانا. أي حقيقة زين، قال له لا أريد أحدا أن يرى شخص أختكم زينب، الظل الظل لهالدرجة هاي. زينب وما أدراك ما زينب، أنا في خدمتكم. أحسنتم شيخنا، تجاوزنا على وهي حتما لا بخدمتكم الله. إحنا لأن الكلام لطيف وجميل وحقيقة هي مولاة زينب. أيوة عند أبيها زينة أبيها. أيوة صحيح. ولعلها مع عيال الحسين كانت الشجرة تلك التي صحيح. في الصحراء وأظلت على عيالي. بارك الله. إحنا نروح إلى صوت الملا عمار الساعدي ونريد ننتقل إلى ذلك العالم ونعيش أنه الآن جانا خبر ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، وإحنا أمير المؤمنين موجود ونريد نفرح وياه. عجز العلا عجز العلا عن أن يطال علاها، والمجد طاطأ خاضعا لثراها، والمجد طاطأ خاضعا لثراها، عظم في البرية زينبا، الله عظم في البرية زينبا، فبزينب فبزينب إنا عرفنا الله. جميل. بشرها بشرها كانت عايمة الوادم، بشرها بشرها يا 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 وما تقدر تحل كلفت بشر. بشرها حتى الباري بالفرحة بشر. بشرها بشرها بولادة بنت علي حميل حمية. اللهم صل على محمد وعلى آله. كابر كابر بس ذني خادمك أنا شيخ يبسنا ريقة احنا غيرت ما اجمل الكوكب شعت به زينب،
ما أجمل الكوكب شعت به زينب لربنا نرغب صلوا على زينب صلوا على زينب جبريل من عرش المعالي يحمل البشرى للمصطفى والمرتضى والبضعة الزهرى أهوى وفوق رأسه اسم زكى عطرا مبارك مبارك ذي زينب الكبرى ذي زينب الكبرى اسم حباه الرب صلوا على زينب اسم حباه الرب صلوا على زينب لربنا نرغب صلوا على زينب صلوا على زينب ذي درة الأشراف ذي مأوى اللطف إن قلت ما غرس علاها وحده يكفي نصف لها من حيدر أكرم بذا النصف ونصفها الآخر من فاطمة اللطف كالأم زين الأب كما قال الشيخ كالأم زين الأب صل على زينب كالأم زين الأب صل على زينب لربنا نرغب صل على زينب اقصد إلى الشام وزرها تنجلي الغمة فإن هذا مرقد النعماء والرحمة إن شاء الله جميعنا والمشاهدين يا والله ترزقكم أقصد إلى الشام وزرها تنجلي الغمة فإن هذا مرقد النعماء والرحمة واسجد على اعتابها واطبع بها لثمة فدون شك صاحب العصر أتى العمة فدون شك صاحب العصر أتى العمة بالقرب كي تحسب صلوا على زينب بالقرب كي تحسب صلوا على زينب ما أجمل الكوكب شعت به زينب أحسنت. سنتم الله والله هنيالي اليوم بيكم شيخ حقيقة بيكم بين اثنين نكون نخدمها إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. شيخنا إحنا حبيب. الظاهر وصلنا إلى منتصف الحلقة يلا نأخذ فاصل خادمكم وتستأذنون نحن بيدكم زين نحن بيدكم إن شاء الله إن شاء الله بخدمتكم إن شاء الله أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى فانتظرونا أهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وأسعد الله أيامكم كذلك بولادة مولاتي زينب سلام الله عليها وأرحب مجددا بضيفي العزيزين سماحة الشيخ مهدي الطرفي وجناب الرادود عمار الساعدي أهلا ومرحبا بكما وأسعد الله أيامكما إن شاء الله تعالى شيخنا نرجع إلى ولادة مولاتي زينب سلام الله عليها وهي كما تفضلتم كانت ولادتها كأخوتها الإمامين المعصومين سلام الله عليهم وهي معصومة كذلك عليه السلام ولكن لسائل أن يسأل وأنا أحدهم أنه في ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه أمير المؤمنين ذهب إلى أخيه عقيل وقال له أنه اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي تلد لي غلاما يكون عضدا أو ناصرا لأخيه الحسين مولاتي زينب سلام الله عليها كذلك أنشأها أمير المؤمنين كأنشاء أبي الفضل العباس لنصرة الحسين عليه السلام أو بصورة عامة لتكون أحد شخصيات القضية الحسينية أحسنت نعم السؤال طبعا مولاي لا يخفى على جنابكم الشريف على أن الأنبياء هدف الأنبياء رسالة الأنبياء مبعث الأنبياء لنصرة دين الله لنصرة دين الله كل نبي يهيئ نفسه لكي يستطيع أن ينصر دين الله, دين الله. هذا شيء طبيعي يعني هدف الرسالة بشكل عام هو نشر العبادة الصحيحة نعم. نشر دين الله إن الدين عند الله شنو؟
الإسلام. الإسلام طبعا اكو فرق بين الدين والشريعة. نعم. دين 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 النبي الدين آدم واحد. إسلام. دين النبي آدم إسلام، دين نوح عليه السلام إسلام، دين إبراهيم عليه السلام إسلام، دين موسى عيسى الأنبياء إسلام، ولكن المسيحية اليهودية ما هؤلاء هذه شرائع شريعة. العقيدة لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن نحن مسلمون، مسلمون إسلام النبي تكريما لرسول الله، الله أسمى شريعة نبيه بمن باسم دينه. الشاهد فرسالة الأنبياء هو إحياء دين الله، الدفاع عن دين الله، فإذا شافوا على أن دين الله يضمحل، بيضة الإسلام بيضة الدين جاي تروح، فلهذا هذا النبي أو هذا الوصي أو هذا الولي يجب أن يقف. نعم. في زمن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الله وسلام عليه، دين الله غزوه الأعداء. نعم. يعني الآن واحد يصلي صلاة الصبح 4 ركعات يقولون أنت جاي صلي صلاة الصبح 4 ركعات، يقولهم وإن شئتم لأزيدنكم صلاة وخير، وجاي واحد ليش ركعتين نسوي 4، قتلوا بقتلك الإسلام. أحسنت. أو يقتل النفس الزكية المحترمة، أو لا عند قرد اسمه أبو قيس يخلي القرد على منبر زين، على المنبر صعده وياه وبعدين يخلي فيه سباق، على العموم قضية طويلة. المجتمع وصل إلى الضحالة. إلى بعد هذا حظيظ مولانا من الإسلام. ها لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا اللي عبر عنه أمير المؤمنين أمير المسلمين اللي يقول فلا خبر جاء ولا أزين، هذا شو تتوقع منه؟ المجتمع كيف كان؟ ولهذا الإمام الحسين عليه السلام لما نهض ما قال الحسين لا يبايع يزيد، لا أبد، يعني مو قضية حسين وقضية يزيد، قضية السلطة كما يصور البعض، قضية السلطة ولا قضية شخصية أنه أنا عندي عداء مع يزيد، والله يزيد لو قال أنا الحسين لا أبايع يزيد فقتل الحسين ومات يزيد. نعم. وخلص خلصت. الحسين قال مثلي لا يبايع مثله، لا يبايع مثله، مثلي مبادئ غير مبادئ، خلى قاعدة القيم، خلى قاعدة في كل زمان أكو حسين، في كل زمان أكو يزيد، فمن كان على نهج الحسين مثلي لا يبايع مثله، خلاص قاعدة. فالحسين نصرة للدين. أبو الفضل العباس سلام الله عليه، الحوراء زينب سلام الله عليها، الأنصار أنصار الحسين. نعم. أصحاب الحسين، الكل من عضد الحسين من اشترك مع الحسين سلام الله عليه، هؤلاء كلهم نصرة لمن؟ للحسين. للحسين. نعم. الحسين نصرة للدين. جيد. زين. وهؤلاء نصرة لمن؟ للحسين نصرة للدين يعني. فلما أمير المؤمنين يهيئ أبا الفضل العباس سلام الله عليه لنصرة الحسين، يعني نصرة لمن؟ للدين، كما هيئ أبا الفضل العباس يهيئ الحوراء زينب سلام الله عليه، كما اشترط على جعفر أن تبقى مع أخيها الحسين، مع أخيها الحسين جعفر، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر. الآن مولاي العزيز أنا أضرب لك يعني أبسط شيء، الآن كل من نصر الحسين هو نصر لمن؟ نصر للدين. زين. سلسلة طولية بعد الإمام أمير المؤمنين، كل واحد على قدر ما يستطيع، هذا نصر الدين ونصر الحسين. أبو الفضل العباس هذه كانت مهمته، زين، نصرة الحسين بهذه الطريقة. نعم. يشر السيف تقطع يمينه شماله كذا كذا. زينب سلام الله عليها، لولا زينب لما بقت لثورة الحسين باقية مولاي، لولا زينب سلام الله عليها، سلام الله، الخطبة التي ألقتها هزت عبيد الله عروشهم، هزت عروشهم في الكوفة، وفي كد كيدك وسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا عند يزيد بن معاوية، فضحتهم إلى اليوم، هي فضيحتهم قائمة. الآن زينب سلام الله عليها هي التي أثبتت قوام ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، زينب سلام الله عليه. فهيئها أمير المؤمنين، هيئ زينب كما هيئ أبا الفضل العباس، فهي خلقت للحسين، خلقت للحسين، خلقت لدين الله، فإذا خلقت للحسين كما نحن مثلا شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، أو في بعض الروايات أن شيعة خلقوا لنا. أحسنت. لأجلنا. أحسنت. فإن شاء الله، إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خدامها يا الله، ومن أن ترضى عليهم الحوراء زينب بحق محمد وآل محمد، والله محمد. بحق هذه العظيمة سلام الله عليه. أنا أنتقل إلى رادود الحسيني ملا عمار، عندك قصيدة هسه احنا السالفة ربطناها ويا الشيخ بين أبي الفضل العباس والسيدة زينب، عندك قصيدة تربط لنا السيدة زينب بأبي الفضل العباس، حتى تدري أنا دائما أقولها وفي حلقات سابقة وياك أنه الشيخنا المجالس اللي ما يجي طارئ أبو فاضل بيها، قولتنا يعني
مع إجلالنا للمعصومين ولمولاتي زينب، بس إحنا نحسه هو ملح المجالس. الأمر مرصة الملات، الأمر أمر العرش خوش حج ودستور رب الصمد. قال لي العقيل الوصي اخطب لي لبوة أسد، أم البنين القصد وما يختلف هالوعد، من كون تحمل وتجيب بدر السعد، وجت البشارة لعلي عباس من ولد، وللباري سجد الشكر حيدر علينا سجد. كانت سنين 12 وحيدر عليه اعتمد، بالقنطرة من وقف دق رجلة دقت وتد، كربيها كر الغنم مطراد بيهم طرد، تريع رملها الأرض من كثر ما دم ورد. هذا نشوفه علي، لو علي ثاني ولد ضيعت ما ميزت بين الأبو والولد. الله. الخطباء او احنا بقولتنا الامامنا هو خطيب وشاعر ورادود، ولا تريد رادود هسه عم يطلعنا قشر. الله يحفظك شيخ، طول عمرك شيخنا. اذا تحب هم نسمع صوتك بعدين. والله بعد انا صوتي في مقابل صوت الملا بعد لا شيء مولاي في ذكر مولاتي زينب سلام الله عليها. فاحنا الهمك على قلبك مساوي صبحك وليلك. الله ويا هالطايح بشدة تريد لي يحضر يشيلك، يا الهمك على قلبك مساوي صبحك وليلك، ويا هالطايح بشدة تريد لي يحضر يشيلك، دير الوجه للعباس دخيلك يا ابو فاضل، وقل له يا اخو زينب جاي ندخيلك، بس حلف بزينب يقضيها، بس حلف بزينب يقضيها. بس صدق ترى سماي البيدة تصيح شو دلهم، صارت سودة يعني البيدة تصيح شو دلهم، ترى سماي بغيض الصاح اخو زينب، ترى سماي علق شوم العدم من الشط، ترس ماي وهون هالنفس لعيون اخي. الله سلمك الله. ان شاء الله هاي البيت في مولد ابي الفضل العباس، لكن سلام. في ذكر للسيده زينب جميل بعد، ولعظمه السيده زينب. سمع عباس جبرائيل بافاق السما ينادي، أنا الهزيت مهد حسين منه ليوصل امجادي. سمع عباس جبرائيل بافاق السما ينادي، صعد جبرائيل للسما يقول انا هزيت مهدي الحسين افتخر. خوش سوى ابو فاضل جاوبها. سمع عباس جبرائيل بافاق السما ينادي، انا الهزيت مهدي حسين منه ليوصل امجادي. قام وجاوب العباس ترانا بيوم ميلادي، حسين اللي يهز كاروكي وهو العد المهادي. الله هاو بشيلة زينب غطاني، وبشيلة زينب غطاني، وبشيلة زينب. الله جميل. الله يحفظكم ان شاء الله. وللعقيلة زينب يقول هالليلة يا شيعة ميلاد الوديعة، هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة، هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة، يوم الطبيعة فتحت أزهارها، من المدينة اليوم جتنا أخبارها، شنها شمس نزلت تضوي بدارها، هالليلة زينب أشرقت أنوارها، وبهاي الولادة غمرتنا السعادة، هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة، هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة. زينب اجت واستبشرت أحبابها، والكون هالليلة سجد يم بابها، زينب نبي عفة وصبرها كتابها، زينب نبي عفة وصبرها كتابها، وجناح جبرائيل صار
جوارح جابها وبأحلى الليالي فرحان الموالي وبأحلى الليالي فرحان الموالي هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة زينب ملائكة السما يخدمونها وهي الزكية الثانية يسمونها أم الشرف صار الشرف مضمونها هبت علي وغيرت علي بعيونها فرحتنا الأصيلة بميلاد العقيلة فرحتنا الأصيلة ميلاد العقيلة هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة ولطالبين الحاجة هي الكريمة نشهد بمعروفها مثل الحسن صلى الكرم بجفوفها طول الزمان بكربلاء نشوفها ظل يقرأ تل زينب بحروفها زينب من مثلها عباس الكفلها زينب من مثلها عباس الكفلها هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة والبيت الأخير يقول زينب حسينية وتظل بحساسنا واحنا مثلها ما ندنق راسنا الله ينصر شيعة أمير المؤمنين يا رب زينب حسينية وتظل بحساسنا واحنا مثلها ما ندنق راسنا نحلف وحق راع العلم عباسنا نحمي قبر زينب الأخير أنفاسنا غصبا عن نواصب توصلها المواكب غصبا عن نواصب توصلها المواكب هالليلة هالليلة ميلاد الوديعة سنت سلام الله عليك والقصيدة إلى المبدع والأستاذ خادم العباس كرار حسين كربلاء أحسنتما هنيئا إلى أبو كميل ما عندنا حلقة ويا رادود أو شاعر إذا ما ينقر بيها للأخ كرار حسين أبو كميل شيخنا إحنا عادة في كل برامجنا الحوارية أمثال هذه البرامج لازم بالنص أبو فاضل وبالختام يكون أبو صالح هذا بعد ما أدري سيرة هالشكل مشت من غير تقدير صحيح شيخنا السؤال الزينبي المهدوي اليوم كثير من أخواتنا بناتنا الزينبيات أمنيتهن نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أمنيتهن يكونن ضمن الأنصار ضمن القادة صحيح لأن على بعض الروايات أكو هنالك من القادة يكونن نساء ذن البنات الزينبيات بنياتنا إلهن قدوة جعلها أهل البيت للزينبيات حتى يكونا من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه سواء في زمن الغيبة أو في زمن الظهور نعم أحسنتم مولاي طبعا لا يخفى على جنابكم مولاي على أن خط الأئمة صلوات الله عليهم جميعا خط واحد خط أمير المؤمنين هو خط الإمام الحسن هو خط الحسين هو خط الإمام السجاد كلهم على مسير واحد وعلى نهج واحد لا يحيد أحدهم عن الآخر أبدا ولهذا احنا ما عندنا رواية تناقض رواية عن نعم. إمام سبق أو لحق هذا شيء طبيعي ولهذا عندنا الرواية المعروفة أنه أولنا محمد أو وسطنا محمد آخرنا محمد فكلنا محمد يعني كلهم نعم. نهج واحد وطريق واحد وطريق الحوراء زينب هو نفس الطريق نفس المنهج فمنهج الإمام الحجة سلام الله عليه سلام ومنهج الله الحوراء زينب سلام الله عليها مع سبق ولحق الأيام والسنوات المدة الزمنية لكنه واحد يريدها زينبية في الأصل أحسنتم فالأخت الكريمة البنت الكريمة حتى الإنسان الشيعي الموالي رجال أو نساء من مشى على خط الحوراء زينب وعلى سلوك الحوراء زينب وما أرادته الحوراء زينب سلام الله عليها من نصرة الحسين شلون زينب نصرت الحسين إحنا ننصر الحسين كما نصرته زينب سلام الله عليها فهي القدوة هي قدوة زينب سلام الله عليها نتعلم منها الصبر
اللهم تقبل هذا القربان لوجهك الكريم، كما نرى الآن الصبر عند الأخوات الشيعيات المؤمنات الصالحات وعند المسلمات بشكل عام. نتعلم من زينب العبادة، العبادة الزهد اللي الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لها: أخي زينب لا تنسيني في نافلة الليل. زين إذا الحسين يقولها لا تنسيني في نافلة الليل، شلون إحنا حالنا؟ إذا الإمام السجاد عليه السلام يقول: رأيت عمتي زينب تصلي صلاة الليل من جلوس في ليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر بالليل، يعني إخوتها مدرجة، أولادها مقتولين، الكل على رمضاء كربلاء، وهي لم تترك صلاتها وعبادتها النافلة. النافلة مو الواجبة، مو الواجبة، النافلة، هذا يسمونه قياس الأولوية بالأصول. نعم. إذا كان النافلة ما تركتها زينب، وفي يوم العاشر وبالليل ليلة 11 بعد حرق الخيام وقطع الرؤوس وهاي الأمور كلها، زين، فمن باب الأولى الواجبة لا تتركها زينب. نعم. سلام الله عليها. أتعلم من زينب العفة، الحجاب، النجابة، الشجاعة، البلاغة، الفصاحة. زينب كل الكمال، زينب كل الكمال. انظر إلى سيرة الحوراء زينب من قبل كربلاء وفي كربلاء وبعد كربلاء. شوف خطب الحوراء زينب، سلوك الحوراء زينب، كلام الحوراء زينب. زينب وما أدراك ما زينب، يعني زينب من كلها منهج. من تقمصت شخصية مولاتي زينب من كل النواحي الفكرية والعقائدية. نعم. والأخلاقية وما أشبه، كانت ناصرة للمهدي أو أصبحت ناصرة؟ أكيد من البديهيات مولاي زينب وما أدراك ما زينب. جميل. لو ناخذ سلوك زينب، أخلاق زينب، كلام زينب، تقرير زينب، قدوة على جميع الأصعدة. يعني إحنا مثلا في بعض الأحيان مثلا مولاتي زينب في الطف هي قدوة. نعم. وما قبل الطف هي كذلك قدوة. نعم. وما بعد الطف قدوة. قدوة يعني مولاي في إحنا ماذا نعتقد؟ زينب معصومة أو لا؟ نعم. إذا كانت معصومة فهي قدوة في كل شيء، يعني مو أخذها في حال معين هي قدوة أبدا أبدا. لما الله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما الإطاعة تكون مطلقة فإذا دلالة على أن الرسول معصوم، لو لم يكن معصوم لما جعل الله طاعته مطلقة. أولي الأمر معصومين، لو لم يكن معصومين ما جعل طاعتهم مطلقة، لأن نعم. هاي الإطاعة المطلقة دلالة على عصمتهم، فإذا كان معصوم فهو قدوة في كل شيء. حسنت. في مطلق الأشياء. كذلك زينب سلام الله، سلام الله عليه. زينب نحن نعتقد على أنها معصومة، ولملة ولملة، وجدها رسول الله، وأبوها أمير المؤمنين، وأمها فاطمة الزهرة. فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر. هذه فاطمة الزهرة سلام أمها. الله عليه. أخواها الحسن الإمام والحسن. الحسن كريم أهل البيت، الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. زين شلون هي النتيجة من هؤلاء من أمير المؤمنين وفاطمة لا تتقبل أن تلد غير معصوم. أحسن بارك الله. هي لا تتقبل زينب. سلام من تقمص شخصية الحوراء زينب، من مشى على نهجها، على سلوكها، على طريقتها، فمن المؤكد ما هو يرتضيه ناصر. الله ويرتضيه الإمام الحجة سلام الله عليه، فيكون ناصرا للإمام سلام الله عليه. يعني اسمان لشخصية واحدة. نعم. الزينبية والمهدوية. نعم. نفس الشيء. نعم. نعم أحسنتم، نفس الشيء، على نهج واحد وعلى طريق واحد وعلى فكر أحسنتم. واحد أحسنتم جناب الشيخ، الله يبارك، جزاك الله خير الجزاء إن شاء الله. بارك الله. ملا لازلنا مع الإمام المهدي، نسمع كلمات وقصيدة للإمام المهدي ونهديها لمولاتي زينب سلام الله عليه. السلام عليك سيدي يا فرج الله يا حجة الله يا صاحب الزمان. أقول رغم هذه الأحداث، الأيام اللي جاي تمر عصيبة على الموالين وما يجري الآن في البلدان هذه الأيام، ونندب صاحب الزمان سلام الله عليه، قول الدنيا تاهت والطمع عاميها، يظهر ابن الحسن ويصفي. يا قلب اترك دياجير الظلام، ولا تظن الدنيا تمشي على المرام، بيها متساوي الحلال ويا الحرام، وصار سافلها مثل عالي السافل ويا العالي، صار انفت قياس
والخيانة تغرست من الأساس، هي الناس مختلفة الناس. لا مو تساوت أول شيخنا، صعدت السافل صار فوق والعالي جوا، وشفنا أولها وبعد تالي. أي واللي كانت راضية بعاد وثمود، ترضى بأحكام النصارى واليهود. ابن ربعي وحرملة رده وردود، ونفس ذيك سيوفها بإيدي. اي بعد عرشي زيد ثابت على الحكم، وهالظلم مفترع من ذاك الظلم، جم عزيز وعلى الذلة من رغم. هاي دنيا وبعد تدري شبيه شبيها بعد، جزع صبري ومجزعيت مني الصبور، بانتظار الغايب فنية العمر. الصبر على الموعود حر من الجمر، الجمرة لو فاض الدمع يطفيها. وإحنا جمرتنا ما تطفى بالنحيب، إش ما نكثر الدمع يزداد اللهيب. لا ولا علتنا تحتاج الطبيب، بس ظهور الغايب يداويها. مولاي يا حجة الله، بالمساجد تنظر الوادم حشود، مسلمين الشكل بالباطن يهود. راح ماضينا وبعد ماضن يعود، والرعية تيها تراعيه. شلون كان النمجد يا ابن الحسن، لكن يا وصفة تبدل بالفتن. على الأمة انضربة استار المحن، حيل ويا اللي جفت مهديه. الله حيل ويا اللي جفت مهديه. لو بالناس يا الغايب تريد، تنادي على ثارات محزوز الوريد، تلقى بيها الشم شمر والشم يزيد، والشم عقيلة هاشم ملوعيها. والبيت الأخير يقول لو صدق هالناس تتنى طلعتك، كان سارت على منهج سيرتك، نفس هاي القوم يسرى وعمتك، والسكينة ويض عن سابيها. راع الثار ما يظهر علامة، وينشر لليتانو علامة علامة، نسب متون عماته علامة، أثر ضرب صياغ زجري آل مني. اللهم عجل لولي. أحسنت ملا، طيب الله فاسك. الله يديم عليكم هاي النعمة شيخ، خدمة آل محمد. أي والله، ولا يحرمنا من هاي النعمة دائما. دعائي هذا أطلب حتى من كل شخص يدعو لي انه لا يسلب نعمة الخدمة من عندي شيخ. اي والله، وانتم كذلك ادعوا لي هاي النعمة شيخ. اي والله زين، مرات واحد يخاف من هاي النعم تكون من النعم المستعارة. صحيح. اي والله زين. انا في الختام شيخنا اشكر جنابك الكريم على حضورك حقيقة، وان شاء الله تجدها عند مولاتي زينب نصرة لها. وكذلك أشكر الملا عمار الساعدي، وتشرفت بخدمتكما ولهذه القناة المباركة ولسماحة الشيخ. الله يحفظكم إن شاء الله أستاذ إبراهيم. الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله، يجعلنا جميعا من أنصار صاحب يا رب، ومن خدام صاحب يا رب. آمين رب العالمين. تسمحوا لي أختم في خدمتكم. الله يحفظكم. دعاكم في الختام. شكرا جزيلا للأخوة كادر قناة المهدي الفضائية، وجميع من كان على هذا البرنامج، وإلى كذلك الأخوة المؤسسين والإدارة جميعا. ونسأل من الله عز وجل أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. لنخاف يعجل الفرج وإحنا مو من أنصار، هاي لنخاف منها. إن شاء الله نكون من أنصاره.
بحق محمد وآل محمد، ورزقنا الله وإياكم أحبة المشاهدين زيارة مولاتي السيدة زينب سلام الله عليها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد، إلى خدمة محمد وآل محمد في حلقات أخرى، وإن شاء الله مع الأحبة نلتقيكم في أمان الله وحفظه. أيامي وساعاتي وسنيني العشدها يا زينب، أي أنفاسي وحساسي بشفعة عطفك خذتها.